اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه النهارده من ميد ليرن، وهي ليها علاقه بنقاط في الهيماتولوجي، الا وهي ان هو لو لقينا برولونجد بروثرومبين تايم فقط لوحده والثرومبين تايم نورمال، يعني المشكله فقط في البروثرومبين تايم، ها ده يخلينا نفكر في underlying liver A disorder على طول، لان هي الوحيده بتنتج البروثرومبين، ويوم ما الاقي prolongation of prothrombin time لازم افكر ايه في liver A disease. لا ده نمره واحد. نمره اتنين بقى، لو لقينا both prothrombin time والthrombin time ايه prolonged، في الحاله دي افكر في الاحتمالين دول DIC disseminated intravascular coagulation او heparin therapy. يبقى انا اهو كده اهوت وانا قاعد انوت بشوف التحليل، البروثرومبين تايم لوحده هو اللي اليفيتد، مخي يروح على مين اهي فوق على اليمين، ليفر ديزيز. لو لقينا بوث بروثرومبين تايم في بروثرومبين تايم برولونجت، يعني برولونجيشن اوف بوث، افكر في ايه الاحتمالين دول، اثنين مع اثنين، يعني الدي اي سي او الهيبرين ثيرابي، الاثنين دول يعملوا برولونجيشن اوف بوث بروثرومبين and a thrombin times. لكن لو انا عندي prothrombin time لوحده فقط والthrombin time normal، افكر دايما في احتمالات الليفر A diseases. والى اللقاء مع نقطة اخرى باذن الله.